الاغنيه اللي نزلها اخونا انس دي اخونا محجوب يعني رجعتني كثير. يعني زمان نحن الواحد بيرسلوه وجاري حفيان في الشارع والراديو بتاع الجيران شغال، يعني والله الغنى ده حفظناه ونحن جارين للدكان، لانه النفوس كانت حلوه ولانه ما في صف رغيف ولا في صف بنزين. يعني صراحه الواحد انا والله رجعت، يعني لو ادوني الحلقه دي بس كده دكتور اسراء خلتني انا اتكلم وخلوا لي باقي الحلقه دي بكمله للنهايه ساعتين مكمله بالصوره اللي شفتها هسه قبل شويه دي. يعني صراحه حتى الحته اللي انا فيها دي كمقدم برامج والله صناعة الشارع وصناعة اللقيمات دي وصناعة الإعلام بتاع أزبر وبتاع كافينول وانت جاري الدكان، يعني صراحة مخنا كان فاضي. الآن الأطفال الواحد عارف أمه في هم وأبوه في هم وعايشين هموم، ربنا يفرج الهموم. دكتورة إسراء أخذت من زمنك شوية، إسراء عز الدين شبيك اختصاص علم النفس، لكن كان لازم المهم طلعيني من الجو اللي أنا صراحة رجعت سنين طويلة، ما داري أقول كم لكن رجعت سنين طويلة، واهلا ومرحبا بك وانت تابعتي معي هذه الاغنيه الجميله. صباح الخير يا محتسب، صباح الخير، صباح الخير على كل اللي بيشاهدونا عبر هذا الصباح، وتحيه خاصه للكنترول. هي بصراحه الصور كانت يعني روعه صراحة. يعني نعم. كل صوره نعم. كانت قصه وحكايه نعم. وذكريات وحنين صح. وشجن يا سلام. فيها كثير من الحياه اللي بتلمس الحياه زي ما قاعدين نقول دائما الجوا صح، وبتشبه احمد المصطفى والحنين والديب في اغانيه نعم. وزي ما قلت مرتبط فعلا مرتبط بصباح، ايوه مرتبط بصباح مرتبط بالاذاعه السودانيه ومرتبط بالراديو ومرتبط بالناس الكبار اللي احنا سمعنا منهم صح. احمد المصطفى يعني نعم. لكن دائما الصور دي زي ما انت قلت هي بتصنع صح. تصنع في دواخل الزول حاجات كثيره واحساس كبير نعم. وبتعيش فعلا، والاحساس هو اللي بيغذي الروح فعلا، وهو اللي بيغذي النفس وهو اللي بيغذي العقل، فبتفضل كل الحنين والشجن اللي احنا فيه ده. انا ذاتي عشت معاك ونرجع للروتين حاجة جميلة نعم. ونرجع للروتين واحنا بنتكلم عن الروتين دي يعني بجد رساله نعم. يعني حاسس ان الكنترول دي رساله انت ممكن من خلالها ما تقدر ما يكون عندك روتين قاتل، لانه الروتين نوعين صح. في روتين ايجابي وفي روتين سلبي. الروتين الايجابي اللي هي الحاجات اللي بتتعمل كل يوم من الصباح، بتقوم في وقت محدد، بتعمل بعض الاشياء المحدده داخل الصباح في البيت لحد ما توصل شغلك، نفس الشغل نفس التفاصيل صح. ده ممكن نقول عليه الروتين الايجابي. استمرارك فيه ما بيكون الا بوقفه نهايه الاسبوع نعم. يعني معتصم انت لو بتشتغل الاسبوع كله وما عندك اجازه ولا يوم ما بتقدر تواصل، ما بقدر حقيقي. فالكسر بتاع الروتين الايجابي هو بتيجي في الويكند او الاجازه اللي بتكون نهايه الاسبوع اذا كان يوم او يومين يعني في ناس طبعا ما باجازه السبت نعم. فدي اللي بتكسر الروتين ودي اللي بتخليك عندك استعداد نفسي وقابليه في انك انت تستمر. الروتين السلبي بيبدا بانك انت بتعمل كل حاجه من غير احساس، لانه انت فاقد اصلا الرغبه فيها. واجب يعني؟ قد تكون واجب، قد تكون مفروض عليك، قد تكون ما في حاجه اصلا. يعني انت ما بتعمل في شيء ذاتك يعني. ولا حاسس. واحده من الحاجات انه يكون الشخص حياته فاضيه. ما فيها شيء. فاضي بمعنى ممكن يكون ما شغال، وممكن يكون حتى شغله شغال وما راضي عنه، ممكن يكون ما لاقي نفسه، ممكن تكون في ظروف كثيره اقتصاديه اجتماعيه مؤثره على نفسياته وسبب لك كثير من الضغط النفسي، وبالتالي حاجاته بيعملها حتى من غير احساس غير نفس. لو مسكنا لكسر الروتين في 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 اليوم، لو من الصباح سمعنا أغنية زي دي نعم. بتغير حياة كثيرة كثير. بترجع استعداد نفسي نعم. كبير جدا بتهبش دواخلك بحاسيس مختلفة، يعني بتخليك زي ما احنا هسي بدأنا نتذكر وتفاصيل، حتى ذكرت لك وتكي يا الجامعة واحنا راجعين ايوه صح من ايوه من النيلين لحد يصل السوق العربي، السمع نظيف، تلقى وردي محمود عبد العزيز رحمه الله جميعا نعم. وتلقى الكابلي الى اخر الناس بتسمع سمع نظيف بتلقى انه في حاجات بتبدي انت تستعيدها نعم وحاسس جميله نعم. تكسر روتينك ومللك من الصباح وتخليك عندك استعداد نفسي نعم. فالروتين شيء قاتل جدا، بيهدم الذات وبيهدم الاحساس، وبيبدا الانسان يبدا يشتغل زي الاله من غير اي احساس وغير اي مشاعر، وده طبعا بيخليك انك ما تكون بتعمل حاجاتك بيرفكت او بشكل ما في إبداع. مكتمل نعم، وما في إبداع نهايه طبعا. طيب بيقولوا انت قلت كلمه يعني ذكرتني بقول لك الروتين قاتل، الكلمه دي يا ريت تكلمي فيها شويه. الروتين قاتل، الروتين قاتل لانه بيهدم. احنا بنتكلم من يعني اصل حاجه اللي خلتنا من الصباح نتكلم في الموضوع الاغنيه تحديدا او الصوره اللي اختار الكنترول هو الاحساس نعم. فالروتين بيشتغل على الاحساس
الروتين بيشتغل على الاحساس والاحساس بيشتغل على العقل، وبتبقى الدايره اكتملت بكميه من السلبيه والاحباط والزهد. يا اخي ما هو نفس البرنامج كل يوم زاته. نقوم ونمرق ونمشي ونقف في صف الحشو ونقف في صف البنزين وما بعرف ناخذ 10 ساعات في الطريق. يعني بيبدا الانسان يتضجر من حياته ومن اسلوب حياته ومن طريقه حياته. الروتين هو اسلوب حياه. اسلوب حياه نعم. ايوه، فانت ما لم انت بدك تتغير في اسلوب حياتك ما بتقدر تطلع من طريق الروتين. نعم. هل الروتين اللي تكلمت انت عنه قبل شويه الماشي في خط واحد ده ممكن يقود لاشياء سلبيه، تصرفات، عمل، أشياء سلبية؟ طبعاً، لأنه هو بسبب ضغط نفسي كبير. أحياناً معتصم ممكن يكون عندي إجازة نهاية الأسبوع يوم، لكن بجي بشتغل الأسبوع كله بنفس الطريقة. بعض المشكلات الداخل بيئات العمل، بعض المشكلات الداخل المنازل، المشكلات في الطريق اللي بتلاقيك كله بيمثل ضغط نفسي عليك، بتحس انك انت بتعمل الحياة بنفس الطريقة. نعم. ما في شيء بيفرح، ما في شيء بيريح، ما في شيء بيزعد. يعني انا بس كأنه آلة. آلة. بعمل في حاجة معينة عشان ادخل دخل معين، عشان اقدم خدمة معينة بدون رغبة. فبالتالي الموضوع ده بأثر في وضعك النفسي. نعم. لا قدر الله حصلت لك مشكلة او حاولت تواجه مشكلة في حياتك، بتلقى نفسك انك انت بتواجهها بشكل من الاندفاع او القوة او الغضب. المهم ردود الافعال ما بتناسب بتلقاها موضوعك. نعم. لانه بكون حصل لك ضغط نفسي، بالتالي بكون يعني بكون مشحون. نعم. الانسان بيكون مشحون بطاقة سلبية وبقوة من الغضب والضيق والزهق داخلية. فبالتالي اكيد بتأثر في سلوك الشخص. نعم. في طريقة تفكيره بتأثر. نعم. برضو يعني بتأثر في الخيال. طبعا انا افتكر انه الخيال ده طبعاً. هو اساس الانسان. طبعاً. يعني عندك خيال، يعني عشان الان ممكن تكون تمر قدامك صورة وخيالك ما يفصلها ما يمشي لها، دي مشكلة. هل ممكن يأثر على الخيال، على المخ، يعني انت تبقى اسير حاجة محددة؟ ايوه، هي ما بتلعب على الافكار. يعني اصلا هي نمط الحياة اليومي بيلعب على الافكار. وحتى انت قلت كلمة جميلة قبل شوي، قلت لي ما بدي زول فرصة يبدع. ما بديك حتى فرصة تفكر انك تبدع، خليك انك تبدع. انك يعني تبدع. لا تفكر حتى انك تبدع ما بديك فرصة. ما لم تجيب على مع نفسك ما بتفكر في شكل يغير حياتك. يعني يمكن احنا كلنا عندنا جزء من حياتنا فيه نوع من الروتين. انت كل يوم بتقوم بواجبات محددة، هي بقت واجبات عليك. الواجبات نفسها يا معتصم في بعض الاحيان في الاخر اللي ممكن يكملها معك. نعم. وفي يعني هي في النهايه الحاجات ما يعني ما مفروضه، ما فرض عين. يعني انت التزامك داخل البيت ممكن في وقت من الاوقات زوجتك تنوب عنك. نعم. اولادك ينوبوا عنك. صح. التزامك داخل الشغل ممكن زميلك ينوب عنك. نعم. في اي وقت الانسان يشعر بنفسه انه هو ضغطه عالي، ضغطه النفسي عالي، ما عنده رغبه، ما عنده قدره، يعني ما يقاوي نفسه عشان يعمل الحاجات. نعم. يعني لازم ياخذ له ريست مع نفسه على اساس انه هو يكون في بديل ويطلع من حاله الروتين ومن حاله الضيق اللي هو فيها. نعم. انت قلتي برضو حته مهمه جدا عشان ما الناس تتابعنا، والان الروتين بقى هو نظام بقى سائد. انا كيف اكسر؟ كيف اكسر الروتين؟ يعني معاي بتحبي هذه الظروف اللي انت تكلمت عنها قبل شويه. طبعا يعني كده بعيد عن الكلام العلمي والسايكولوجي والى اخره. الدين الاسلامي ده هو كسر للروتين. نحن كمسلمين. نعم. القيم الإسلامية كسر الروتين. نحن بنقول لك في يعني احنا كحاجة علمية بقول لك تدي طاقة إيجابية وتاخذ طاقة إيجابية. يعني مثلا انت هسه يا معتصم جاي من الصباح. نعم. لقيت لك ناس واقفين في الشارع ماشيين، وين اقرب حتة اوصلكم؟ نزلوني. نعم. في الشارع على برا. نعم. ركبتهن. انت هم يتبسطوا وريحتهم. نعم. وانت تبسط. وانت تبسط الاثنين. وده اسمه الدين التعامل. نعم. ده اسمه انك قضيت حاجة الاخر. نعم. يعني في النهاية انت قدمت نوع من المساعدة، ودي واحدة من الحاجات اللي بتكسر الروتين انك. نعم. انت تسعد الاخر، لانه كثير سعادة الاخر هي سعادة لك. سعادة لك. نعم. وده دي واحده من 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 حيثياتنا احنا في الدين الاسلامي. دي النقطه الاولى، انك انت تسعد الناس اللي حولك. الحاجه الثانيه انه تقضي وقت مع ناس انت بتحبهم. نعم. بقول لك يا معتصم اللي بيقضي ساعه في اليوم مع اطفال او مسنين عمره ما بيجي اكتئاب. ما بيجي اكتئاب. ايوه، تقضيها بالجد. نعم. يعني مش تقضيها وانت بتفكر في حاجه ثانيه او انت مهموم تعيشة. بحاجه ثانيه تعيشها. تلعب مع اولادك. اولاد اختك، اولاد اخوك الى اخره، تلعب معاهم، تتونس معاهم، تضحك معاهم، او ناس مسنين، ناس كبار. ابوك جدك. وانا بحب الناس الكبار جدا. أوه. هم نقطه الضعف فيك. اوكي، انا ذات نقطه الضعف. اي يعني الناس الكبار بالذات. الكبار كبار في السن يعني. نعم. بتحسبهم قريبين من روحك ومن قلبك، وبتحسوا. نعم. انه عباره عن تجربه في شكل انسان وبنستفيد منها. نعم.
الخطوة الثالثة لكسر الروتين والملل شكل التفكير أو تغيير أسلوب التفكير في الحياة اليومية. يعني مثلاً أنا لو اشتريت عطر عطر لو حتى إن شاء الله تركيبة إحنا نقول عليها ريحته حلوة بيفرق من ريحته ما متأكد عجباني لكن شلته. نعم فهمتني الرسالة إنه أنت أعمل الحاجة اللي أنت بتحبها. نعم بتلقى نفسك فيها. كوباية القهوة دي لو ما مظبوطة ما تشربها خليها يعني ما يحصل شيء. نعم ما دواء ولا مفروض عليك. نعم. فكر في حاجة تانية. نعم. اختيار الأشياء اللي ممكن تكون قريبة لنفسك تلقى فيها روحك. أنت ما ملزم بحاجات كثيرة جدا. إحنا كثير بنفرض على نفسنا حاجات إحنا ما ملزمين بها. نعم. وبناخد العذر لأشياء كثيرة لكن لو فكرنا بشكل جاد بنلقى إنه إحنا ما مفروض علينا زي ما انت قلت ما دوا يعني الحاجة دي ممكن تخليها. نعم. الخطوة الرابعة أو الخامسة في انك انت تغير شكل الروتين تكلمنا عن شكل التفكير نتكلم عن سقف الطموحات. لازم تكون طموحاتك أكبر من قدراتك. هي إذا كانت في حد قدراتك دي ما طموح. ده شيء طبيعي. صح. الطموح يكون أكبر من مقدراتك عشان أنت تصل للنقطة دي. نعم. فأشياء كثيرة عندها علاقة بالتفكير، عندها علاقة بترتيب الناس اللي حولك. الناس السلبية في حياتك تبعد منها. والناس المحبطة في حياتك تبعد منها. مشكلة. والشارع اللي بتمشي به وغيره. والشارع المظلم بالليل خليك تشوف ده شارع منور. شكل التفاصيل الحياة البسيطة الصغيرة. دي أيوه. كوباية الشاي دي الصباح يا معتصم وانت بتشرب في الشاي ما تشرب في الكوباية الشينة ولا الشربانة ولا المكسورة. صح. اللي هي الصينية السمحة. نعم. ليلة الضيوف ليه ما أخش يا الصباح في الصينية الحلوة الجميلة اللي تفتح النفس تدعم لي يعني ريفريش. أيوة اللي هي لما أخدت الأكل ما أخدت الأكل في الصحان السمحة هذا كلام اللي أنا خدته وما بعرف هاحية أيوة وأقدم فيهم ولا آخر حاجات بسيطة جدا الملايات الحلوة أفرشها في البيت البخور الحلو السوداني الجميل اللي أنا ببخر به البيت ليه أنتظر لما يكون جاي نضيوف أو عندي مناسبة أو في عيد ليه البيت ما بترتب بشكل معين إلا في الأعياد يكون في أعياد. نعم. أو في مناسبات حتى أنا ذاتي نفسي أو أنت نفسك ليه نحن ما بنترتب ويكون شكلنا حلو وجميل والآخر إلا بنكون في مناسبة يعني ندلع روحنا مثلا ندلل روحنا وندلعها بما يكفي وندلل يعني النظر شيء مهم. انت بتعاين في بيتك لازم تلقى بسرك راكب عربيتك ما تكون وسخانه وكلها تراب وكلها حاله بالبلع يعني ركبت مواصلات يعني بنفس الشيء ما ضروري انك انت عشان هي مواصلات لو اكلت تسالي ترمي ولو رفعت صوتك اي طاقه سلبيه انت بتطلعها من جواك بترجع لك اي طاقه ايجابيه انت بتديها للاخر بترجع لك. نعم يعني مع كلامك ده انا بعد البس وطالع رشه ريحه ممكن تكون تعمل لك طبعًا الشغل ده كله طبعا. نعم. وعطور معين يعني ممكن ايوه انا بس ممكن اشتري صابونه بتاعت حمام على المؤاخذه ريحتها جميله جدا. صح. ممكن اشتري صابونه امشي بها حالي. نعم. عشان الدكان ده قريب اشيل عندي عندي ما انا امشي واشوف الحاجه اللي انا بحبها عشان اجيبها بتعمل لي شغل عشان ايوه هاي. فهي غذاء الروح هو احساسك. نعم. احساسك بحياتك احساسك بالاخر ده بيغذي روحك فبالتالي بيبعدك عن الملل والروتين وتفاصيل الحياة. احنا تكلمنا يمكن في الحلقة اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت على شكل شاي الصباح والبخور والتفاصيل كثيرة. يعني ما في مشكلة لو صحيت قبل نص ساعة من مواعيدي عشان ما اجري وسابق روحي وتنشين بنفسي واحس يا اخي شغل ذاته وتشارع ما بيحصل شيء. صح. عشان ارتب حياتي جزء من كثرة الروتين والملل ترتيب الحياة والنظام الأولويات والاستراتيجية في تخطيط اليوم نفسه. نعم. نحن قلنا قبل كده ما حق الشركات الكبيرة التخطيط ده بيبدأ الشخص من بيته أنا أعمل شنو تفاصيل حياتي شنو بيكفيني شنو من الزمن بيكفيني شنو من مصاريفي عشان تغطي المشكلة اللي عندي دي إلى آخره. نعم. التخطيط الإيجابي والتخطيط الاستراتيجي بيبدأ من البيت جوا. ده كلام سليم والله بنخطط وبنرتب لكن بعد شوية بتجي واحد يجوط لك الحكاية كلها يعني صراحة أنا سعدت في هذه الحلقة بموضوع مهم جدا وبيستحق حلقات سعدت بك كثير جدا دكتور إسراء عز الدين شبيك اختصاص علم النفس ونحن اللي تكلمنا عن موضوع مهم ونتمنى إنه المشاهد يغير روتينه أي ضروري جدا يعني إحنا آخر رسالة نقولها إنه ضروري جدا يا جماعة نكسر الروتين والملل ضروري جدا إحنا نشوف الحاجات اللي بتزعجنا ونحاول نعملها ضروري جدا نحاول نسعد اللي حوالينا عشان إحنا نكون برضو سعيدين ضروري جدا ما نعمل الحاجات اللي ما بنحبها إذا عندنا إمكانية ما نعملها. نعم أنا بحييك وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا وهذه الفقرة الحقيقة أنا بستمتع بها جدا وبستفيد منها كثير. شكرا لك دكتورة. شكرا معتصم.